جهل الفلاح بطرق الزراعة الحديثة وعدم اطلاعه على نوعية البذور أحد أهم العوائق التي تعاني منها الزراعة في الجزائر، وعدم بلوغ النتائج التي تطمح إليها الحكومة. فاستعمال صنف واحد من البذور كل سنة أدى إلى نقص المردودية في الهكتار وضعف جودة المحصول. خبراء ونشطون يدقون ناقوس الخطر ويدعون لتدارك الوضع لتكثيف الإنتاج ورفع حجم المردودية. جهل الفلاح لمعايير الغرس وطرق التسميد ومواجهة الأمراض الفتاكة التي تهدد وتعيق نمو الأشجار. ونجد في مجال الحبوب مثلا الفلاح يعتمد على صنف واحد ويقوم بنثر البذور كل سنة، مما يؤدي إلى 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 ضعف الإنتاج ونقص في المردودية في الهكتار. إعطاء الأولوية للاستثمار في مجال الفلاحة وإنشاء مكاتب للإرشاد الفلاحي من أجل توعية الفلاحين، مع التركيز على دعم البحث العلمي في المجال، بات أمراً ضرورياً للتقليل من استيراد البذور الذي يبلغ 90%. أولاً الأولوية للاستثمار في مجال الفلاحة إنشاء مكاتب إرشاد فلاحي على المستوى الوطني لتوعية وتحسيس الفلاحين، يعني دعم الدولة للبحث العلمي. في الوقت الذي يعتبر فيه الحفاظ على البذور الأساسية في بنوك الجينات أمراً حتمياً من أجل رفع الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، يستوجب على الحكومة استرجاع العديد من أصناف البذور التي خسرتها في وقت سابق.